واحدة من الميزات فكرة إعادة إحياء الأناقة والشياكة أيا كانت الموضة، بس برضو في كونسبت أو مفهوم الأناقة بشكل عام. بس إحنا هنعمل حاجة مع أمينة خليل ومع ياسمين القاضي، إنه اللي هتبعت لنا على صفحتنا على صفحة الفيسبوك حاجة تقول فيها أنا يعني عندي أسبابي اللي تأهلني إن أنا أخد فستان الخطوبة بتاع نازلي. احنا هنديها فستان نازلي وأمينة خليل هدية بدون أي مقابل، تلبسه. المهم يبقى مقاسها سمول، يبقى مقاسها ما بين سمول وميديوم، وهتاخد الفستان، بس هتاخده في علبة الفستان اللي مضي عليها أمينة خليل. تقدمه لذكرى لها، انجلها يا أمينة. مبروك من نازلي هانم. مساء الخير، انا هدير احمد من كليه صيدله جامعه عين شمس. كلنا نفسنا قوي ان احنا نفوز بالدرس ده. مصر ساعتها كانت معروفه ان الموضه بتنزل فيها قبل باريس، وكان الذوق مش في العري او كده، بالعكس كان ممكن تبقى البنت محتشمه جدا وفي نفس الوقت شيك جدا، وممكن تكون كمان برنسس. نفسي قوي انا افوز بالدرس ده لان انا بحب قوي الفاشن دي كده. اول حاجه. تاني حاجه، بدأت من ساعة المسلسل ده أفصل حاجتي وأعمل حاجات شبه الحاجات اللي هي كانت لابساها. وفعلا فعلا كلنا محتاجين ان احنا نرجع للفاشن دي ونرجع للعصر ده تاني. مرسي قوي ليكم ان انا شاركت في المسابقة دي، ويارب اكون محظوظة في الدرس. مرسي قوي، شكرا. انا اسمي مريم ممدوح، انا عندي 20 سنة. انا كان نفسي دايما ان انا اعيش في زمن الفساتين والجو نفسه بتاع الفيميلز ده. ونفسي زي ما انتوا هتهدوني الفستان ده وتسعدوني بيه، انا كمان اسعد بيه عروسه تانية، ويبقى الفستان ده ايكون امينه خليل لاي فستان في الدنيا. هاي، انا اسمي اليا، انا مش كنديه، انا بحب امينه خليل جدا جدا جدا، ونفسي اشوفها جدا 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 بجد. مع ما اشوفها وقررت اعمل اي حاجه لبرنامج، حتى لو اخاطر باي حاجه، بس مجرد ان اشوفها وانا تخينه ونفسي اخس ايدا، بقالي سنتين بحاول ان اخس بس مش عارفه. فالفستان ده يبقى اكبر دافع واكبر حافز ليا ان اخس، وكفايه ان اجمل واحده في الدنيا هي اللي كانت لابساه. مساء الخير، انا عايزه الفستان عشان خاطر اختي مش عشاني، لان هي رشيقه زي نازلي هانم تقريبا في نفس جسمها، وهي كمان بتحبها قوي، وانا فعلا اتخيلها في الفستان ده تبقى عروسه عسوله قوي. السلام عليكم، انا ضحى عبد العزيز، عندي 20 سنة. انا عايزة اخد الفستان ده لسبب معين، او يعني لاول سبب بالنسبة لي، انه بصراحة يعني بصراحة نفسي اثبت للناس كتير قوي، وخصوصا خصوصا خصوصا البيجيز بتاعت الفيسبوك يا جدعين، والمصحف بنات هندسة مها مغفر، دول حلوين جدا يعني جدا، هلين وامامير، وحرام بلاش حد يتسف عليهم بالطريقة دي. وحتى بلان ان شاء الله ان لو حصل حصل نصيب يعني وخدته بعد عمر طويل ان شاء الله، لو اتخطبت هلبس يوم خطبتي.